السلام عليكم. هنشرح بهذا الفيديو شلون نشتغل برنامج الديجر النسخة الخامسة. فعندنا هنا نوعين من الملفات راح نشتغلهن. أول شيء الكنتور ماب لحق البازلجان، والبير 3 اللوج بروستي. أول شيء نشتغل الكنتور ماب، نفتح البرنامج. والآن نسوي امبورت من فايل، نضغط عليه ونسوي امبورت، ونختار كنتور ماب ونقول له اوبن. الان لازم نسوي معيارية للصورة. معيارية يعني نحدد البيانات الموجودة على الصورة، الاكس والواي مالتها. فهنا عندنا هاي الاكس والواي مالتها، نقدر نختار اي مربع من هذه المربعات. على سبيل المثال اختار هذا، وانا نحدد الاكس والواي مالتها. فنضغط على اول وحدة ونختار هنا واحد، هنا اثنين، نزل لي جوا هنا، اختار هذه ثلاثة وهذه اربعة. اوكي، ساختارين الاربع بيانات مثل ما تشوفون تم عليها. هسه نيجي نختار الاكس والواي مال كل وحدة، فنجي الى واحد هنا، هذه تشوفون 270 هنا. طبعا فنخلي الاكس 720، نخليك 720. طبعا ثلاث نقاط مثل ما قلنا سابقا، ليش نخلي ثلاث نقاط؟ هنا بالنسبة للواي نخليها 3570، وايضا ثلاث نقاط. بالنسبة للاكس هنا نفس الشيء، بالنسبة للتو لكن هنا 710، تمر بالنقطة 710 هذه، 710 ثلاث أصفار. هنا أيضا نفس الفوق 3570 وثلاث أصفار. بالنسبة للنقطة الثالثة اللي هي هنا أيضا راح تمر بالنقطة 720، وهنا أنا بثلاث بلف في 720 وثلاث صفارة. هنا 3 5 6 0 2 3، هنا أيضا يمر بال 710 وثلاث صفارة، ويمر بال 3560 وثلاث صفار. نعطي معيارية نقول له اوكي، راح يحدد لنا المعيار الموصول. نحاول نقربها هسه ونرسم مثل ما سوينا بالدوري. هذا عندنا ابو رعد راح نرسمها. نختار هذا النوع بوليجون درو، او منه بدون نختار بوليجون. نختار بوليجون، ممكن ان نختار من نضغط على اول شيء من البرايمري، نحدد ايش قد العمق مال هذه اللاين او هذا الخط الكنتور، ايش قد عمق هذا 3 8 2 0، هذا العمق مالته. نقول اوكي، هسه نقدر نرسم عليه. تمام، تمام، هسه عددنا هذا الخط الأول. نجي نرسم بولي لاين، إذا عدنا بولي لاين نرسم بولي لاين. نختار هنا هذه البولي لاين، مثلا سوي مثال هذا مفتوح ذاك مغلق، فرسم من البولي لاين. هنا نرسم بولي لاين، أيضا لازم نحدد الجلد العمق مالته. بعد ما نخلص هسه، بعد ما خلصنا نحدد، بعد ما خلصنا نضغط علي، نختار منه نضغط علي مثل نسيت العمق مالته. هنا العمق مالته هذا ما مكتوب عليه. هنا عندنا 3940، اذا العمق هذا 3960، يعني الفرق بين كل لاين ولاين هو 20 الفترة مالته. هنا حددنا ايضا 20، اذا هذا العمق مالته 3920. طبعا هاي
الخطوط كلها راح تكملونها. بعد ما تكملون الخطوط كلها نسوي export من الفايل، نسوي export desktop وتختارون نوع الملف هنا مثل ما اخترنا سابقا Welding Software dot، وتسمي اسم معين مثلا Bazergon BU، Bazergon C Contour Map M مثلا اختصار هاي Bazergon Contour Map، ويقول له سيف، يقول له اوكي. من تروحون على صفحة المكتب راح تلقون هذا الملف، مجرد ما تروحون للسيرفر تفتحونه وتروحون للفايل وتقول له open، تختار الملف وتقول له open. الان فتحنا النقاط مثل ما تشوفون، هنا عندنا النقاط، هذا ما لنا علاقة به بالبداية، هذه النقاط اللي حددناهن لللاين اللاين بالواسطة اللي هو هذا، وهذا الثاني اللي هو 3960، هذه هي النقاط حددناها بالنسبة ل 3960. هكذا نكون قد حددنا النقاط اثنينات سوا. هاي بالنسبة لي الكنتور ماب. الآن نجي نشتغل اللوج بيو 3، فنفتح أيضا الديجر 5 ونروح على الفايل انبورت بيو 3 وأوبن. هنا أيضا لازم نحدد البروستي، نضغط على هذه ونشوف وين المعيارية نسويها بالبروستي هنا، هذه هي. فاحنا شو نريد نحدد؟ نريد نحدد العمق ونريد نحدد قيمة البروستي من هذه من 0 إلى 25. فنختار، نجي هنا نحدد، نختار على قيمة هذه هاي واحد وهي نقطة اثنين. نشوف نقطة واحد نقطة اثنين جيجات، هنا العمق يبدي من 12100 أو يعني أعلى أقل ارتفاع 12100 هنا أقل عمق عفوا. فنروح لواحد نختارها نقول هنا 12100، طبعا لازم نحولها للمتر، 12100 بالقدم هذه نحولها للمتر، نضربها في 0.3048 وتحولها في المتر 3688، نختار 3688 بوينت جد بوينت 0.08. بالنسبة للأكس فيمثل قيمة البروستي هنا صفر. تجي للوراها النقطة الثانية، قيمة الارتفاع نفسها اللي هي 3688.08. بالنسبة للقيمة مال X فهي 25 هنا، يعني 0.25 25%. تمام، هسه نجي نحدد نقطة X 3 و ننزلها قيمة X 3 و 4. هنا بالنهاية هذه هي، بس نقرب و حدد 3 هنا 3 هنا 4. اوكي 3 و 4 نشوف اول مرة، احنا طبعا قيمة معروفة هنا 3 0 وهنا 25، هذه 0.25. نجي نحدد بس العمق مالتهم، العمق مالتهم مكتوب فوق، هو مجرد ما نصعد فوق شوف أعمق شيء عندنا هنا، أعمق شيء عندنا 13300، ناخذ من هذه الحاسبة نحسب 13300 نضربها في 0.3048 ونقول له يساوي 4053 بوينت جيت بوينت 8.4.8. هذه نفس الشيء جوا 4053.84. تمام، بس خلصنا المعيارية، قل اوكي.
تمام، هسه حسب انه المعيارية نيجي هسه نرسم البروسكي، ناخذ بولي لاين ونحدده مباشرة. مجرد تحديد الخط، مجرد ما نخلي تجي لي جوا هو يمشي وحده، وانا راح امشي له مثلا بعد ما راح اخذ نقاط اكثر. تمام ديت بعده، بس هذا الخط اللي حددته. هسه نجي نسوي الاكسبورت نفس الشيء، ايضا نفس الداتا جولدن سوفتوير داتا، لازم نبحث عنها وين هذه جولدن سوفتوير داتا، وايضا نسميها مثل BU3 log او BU3 SPI، نقول له سيف. اوكي، ايضا هذه الملف، ايضا نفتحها بالسيرفر فايل اوبن، هاي البيانات انا عندكم، هاي البوروسيتي قيمتها، وهنا الارتفاع مالتها. طيب هنا طلعت شوية عدي بالسالب لان ما ضبطت شوية المعيارية، هنا طلعت الواحد هاي ولش ما نعلق هاي مو كلش مضبوطة سويتها، تضبطونها طلع هنا القيمة ساعدكم، هذه القيمة طلعت مثلا هنا القيمة 1 بـ100 بوروسيتي عند ارتفاع 3693 وتمام. تي هنا منشوف وشكرا.